مؤخرا بدينا كنشوفوا بانه المواطنين بداو كيتسائلوا على الحاله الوبائيه في طنجه. لحد الساعه في الجهه اجمالا عندنا 3223 حاله ايجابيه، سجلنا 69 حاله، ولكن في الايام الاخيره بدينا كنلاحظوا عدد ارتفاع الحالات. الكل يتساءل لماذا. إلا لاحظتوا قبل في المرحله الاولى ديال الجائحه كانوا الناس الكبار والناس اللي عندهم الامراض المزمنه كانوا ما تيخرجوش بحكم انه كان الحجر الصحي. من بعد فاش طلقنا الناس انها تخرج ولا الفئه الهشه حتى هي كتخرج، ولينا كنشوفوا بانه بداو كي في الديبيستاج اللي حنا طلعنا ولينا كنطلعوا الحالات الايجابيه وكيطلعوا في المخالطين ديالها الفئه الهشه والفئه العمريه اللي كتجاوز 65 سنه. عندنا دابا في الانعاش الفئه العمريه اللي فوق 80 سنه في المستشفى ديال القرطبي وفي المستشفى الطوفر عندنا حاله واصله ل 102 سنه. ملي تتكون عندك هذه الفئه العمريه وعندها امراض مزمنه بطبيعه الحال راه ما كتستحملش، وحتى ولو دخلناها للانعاش وليتي يفهم مفهوم الانعاش راه كيستدعي التدخل السريع والتدخل في الوقت، ولكن خص المريض يكون كيستجب للعلاج اولا قبل كل شيء. الاطر ديالنا المكافحه وذات الوزاره البيضاء باقي كتجاهد، اللي راه حنا في جهاد وجهاد اللي كنتمنى ونوصلوا لنهايه المطاف فيه. تم التعزيز ديالو باطر ديال الانعاش، اطباء الانعاش اللي غادي يوصلوا وبالاطر التمريضيه وبالاجهزه استعدادا الى ظهرت لنا عاوتاني حاله اخرى اللي كتستدعي الانعاش بطنجه.